بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. طلاب الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في كليتكم الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا. نرحب بكم مجددا ونتمنى لكم عاما دراسيا متميزا، وإن شاء الله تزول هذه الغمة، غمة الكورونا، وتعود مرة أخرى إلى الكلية الجامعية للتعليم الوجاهي. معكم الأستاذ محمد النجار، مدرس مساق مبادئ الإدارة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020-2021. المحاضرة الأولى هي محاضرة عامة، يعني أنا حبيت في هذه المحاضرة أن أضع طلابنا الأعزاء حول مساق مبادئ الإدارة وما أهمية هذا المساق. هذا المساق يعتبر من المساقات الأساسية، وهو متطلب أساسي في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، ويكسب الطالب مهارات إدارية متنوعة. وأعتقد هذا المساق دم دراسته في مادة الإدارة في الثانوية العامة. خلينا نستعرض الآن العناوين الرئيسية لمساق مبادئ الإدارة، وبقصد في العناوين الرئيسية الفصول الرئيسية التي سيتم تدريسها خلال الفصل الدراسي. الوحدة الأولى سندرس مدخل إلى علم الإدارة، هو مدخل عام. سنتحدث عن مفهوم الإدارة وعن خصائص الإدارة وعن المدير ومهاراته ومجالات الإدارة، وهل الإدارة علم أم فن. عندما نتحدث عن الإدارة، وهو مفهوم مر علينا قبل هيك، أنا بتحدث عن كيفية إدارة المؤسسة وكيفية استثمار الموارد الموجودة في داخل المؤسسة. والسؤال: لماذا ندير المؤسسات؟ لكي نحقق الأهداف المرجوة منها. ودائما عادة تكون الأهداف هي تحقيق الأرباح وتعظيم الحصة السوقية. إذن الهدف من الإدارة هو استثمار ما هو متاح في المؤسسة من موارد مادية أو موارد بشرية من أجل تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية. وسنتحدث في محاضرة خاصة في الفصل الأول بشكل أكثر تفصيلي. الآن من الذي يدير؟ إنه المدير. فالمدير هو شخص يدير المؤسسة ويقوم باتخاذ القرارات الصحيحة اللازمة. سنتعرف على المدير وعلى المهارات التي يجب أن يمتلكها المدير. وهناك أنواع مختلفة من المهارات، فعلى المدير أن يمتلك مهارات فنية وهي مرتبطة بالمجال التخصصي الذي يعمل به هذا المدير. يجب أن يكون على علم وعلى دراية وعلى فهم بكيفية تنفيذ العمل في داخل المؤسسة. وأيضا مهارات اتصال وتواصل، يجب أن يمتلك مهارة الاتصال والتواصل مع العاملين في داخل المؤسسة، ومهارة الاتصال والتواصل مع من هم من خارج المؤسسة. وأيضا المهارة الأساسية هي مهارة التخطيط. إذن هذه المهارات حنتعرف فيها مع بعض في الفصل الأول. ومجالات الإدارة حنتعرف إيش الفرق بين إدارة الأعمال والإدارة العامة. مفهوم الإدارة العامة هو العمل الإداري الذي يمارس في مؤسسات الدولة زي الوزارات، هذه بنسميها إدارة العامة. أما إدارة الأعمال هي العمل أو هو العمل الإداري الذي يمارس في مؤسسات العمل الخاص. والنقطة الأخيرة في الفصل الأول سنتحدث عن الإدارة، هل هي علم أم فن؟ وسنكتشف الإجابة مع بعض أن الإدارة تمزج بين العلم والفن، فهي علم يدرس في الجامعات، وهي عبارة عن مجموعة من النظريات والقواعد التي يجب توظيفها من أجل إدارة المؤسسات بشكل جيد. أما الفن فمتعلقة بكيفية توظيف هذا العلم، وهنا يختلف من شخص إلى آخر. هذا هو الفصل الأول.
تعال نشوف مع بعض الفصل الثاني. الفصل الثاني هنتحدث عن تطور الفكر الإداري والمدارس الإدارية. إيش المقصود بتطور الفكر الإداري والمدارس الإدارية؟ السؤال، نرجع للسؤال الأول، كيف يمكن لنا أن ندير المؤسسة أو ندير الأفراد، وما هي الطريقة المثلى لإدارة المؤسسة وإدارة الأفراد؟ تعددت النظريات وتعددت وجهات النظر في كيفية إدارة الأفراد. فكان سابقاً يعتبر أن النظرية الكلاسيكية أو النظرية القديمة هو الأسلوب أو الأنجع في إدارة الأفراد من أجل تحقيق أهداف المؤسسة، وسميت بالنظرية الكلاسيكية أو النظرية القديمة لأنها كانت أولى النظريات، وكانت تعتبر أن هذا العامل هو عبارة عن آلة يجب استغلاله بأفضل صورة ممكنة من أجل إنجاز العمل. فكان الاهتمام بالعمل بشكل كبير جدا على حساب العامل، ويعني البعض يعتقد أن هذه نظرة يعني صعبة أو نظرة متسلطة، لأنه الاهتمام بالعمل كان على حساب الاهتمام بالعامل. نعم، وكان ينظر إلى العامل أنه آلة، لكن نرى أن هذه النظرية حققت نجاحات في هذه الفترة. بعد هذه النظرية اللي تبنوها كثير من علماء الإدارة، في ناس نادوا بأن تتغير النظرة إلى العامل، ويجب أن لا نعتبر العامل هو آلة ويتم إصدار الأوامر له، وهو فقط وظيفته تنفيذ المهام، بل يجب النظر له كإنسان. فهذه كانت النظرة السلوكية. هذول مجموعة من العلماء يعني حاولوا يثبتوا لنا إنه هذا الشخص إذا اهتمينا بالجوانب المعنوية له وأشبعنا حاجاته ورغباته، سينعكس ذلك إيجابياً على الإنتاجية وعلى إنتاجيته في العمل. يعني هم كانوا يعتقدوا إنه هذا العامل أنا لازم أعطيه مجموعة من الأوامر والتعليمات عشان ننفذها، ولازم أراقبه رقابة شديدة، وإذا ما كانش هيك فبالتالي هو مش هيشتغل، وهذا حيكون تأثيره سلبي. لكن إذا أنا يعني أعطيته هذه التعليمات وكانت أوامر شديدة وكانت رقابة شديدة، فبالتالي سيلتزم بالعمل. لكن النظرة السلوكية اختلفت نوعا ما، وحكت باختصار إنه إحنا لازم نهتم بالجانب الإنساني، عشان هيك سموها النظرية الإنسانية أو المدرسة الإنسانية أو المدرسة السلوكية التي تهتم بسلوك الأفراد. طبعا هذه النظريات أثبتت فيما بعد أن الاهتمام بالجوانب الإنسانية للموظف سيزيد من إنتاجية الموظف. أما النظرة الحديثة، آخر نظرة كانت، فمجموعة من العلماء حكوا إنه إحنا لازم هذا الشخص نشركه في عملية اتخاذ القرار، وليس فقط نهتم في من الجانب الإنساني. ليش؟ لأنه هذا الشخص باختصار يا جماعة هو اللي بيشتغل، هو اللي موجود في الميدان، فبالتالي ممكن يكون اكتسب خبرات جديدة، وهذه الخبرات ممكن تساعدنا في تطوير العمل. فالنظرة أو المدرسة الحديثة اهتمت بالإنسان وشاركته في عملية اتخاذ القرار. إن شاء الله حيكون لنا يعني فصل كامل عن المدارس تطور الفكر الإداري والمدارس الإدارية، وسنتحدث فيها باستفاضة. الوحدة الثالثة، التخطيط. الإدارة لها أربع وظائف أساسية: التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. التخطيط هي الوظيفة الإدارية الأولى. يعني طالما أنا كمدير بدي أدير المؤسسة، يبقى يجب أن أضع خطة لهذه المؤسسة. حتى إحنا على المستوى الإنساني يجب أن نكون عندنا خطة.
ايش المقصود بالتخطيط؟ واحد بيجي بيقول لك ايش يعني تخطيط وايش يعني هدف وايش الفرق بين الخطة والهدف. كل انسان فينا يجب ان يكون له هدف في حياته. انت لك هدف في حياتك وانت ايضا لك هدف في حياتك، ولازم يكون لنا هدف في حياتنا. هدفك بالتأكيد انك انت تدرس الجامعة وتتفوقي وتحصل على شهادة، ومن ثم تحصل على وظيفة، ويمكن يكون ضمن أهدافك أيضا أنك أنت تكمل دراسات عليا وتتزوجي وتكوني وتنشي أسرة سعيدة. إذن يجب أن يكون لدينا هدف نسعى إلى تحقيقه. إذن ما هي الخطة؟ الخطة هي الطريقة التي يمكن من خلالها اتباعها لإنجاز هذا الهدف. يبقى الهدف عندي أنا هناك فوق، والخطة هي كيفية الوصول لهذا الهدف. في هذا الفصل سنتعرف على مفهوم التخطيط وصفات الخطة الجيدة وما هي المعوقات والمشاكل التي تواجهنا أثناء التخطيط وكيف يمكن التغلب عليها. أما بالنسبة للوحدة الرابعة فهي اتخاذ القرار. اتخاذ القرار موضوع في غاية الأهمية. الخطة عند إقرارها تحتاج إلى قرار. إحنا من أكبر المشكلة اللي إحنا بنواجهها في حياتنا هي عدم قدرتنا على اتخاذ قرار. إذن لا يكفي إنه الإنسان يكون عنده هدف، ولا يكفي إنه يكون عارف ما هي الطريقة المثلى وما هي الخطة التي يجب اتباعها لتحقيق هذا الهدف، بل يجب أن تكون لديه القدرة على اتخاذ القرار لتحقيق هذا الهدف. يبقى موضوع اتخاذ القرار هو موضوع في غاية الأهمية، وعندنا مشكلة كبيرة جدا إنه بعض المدراء بيخافوا يتخذوا القرار لأسباب عديدة جدا، وهذا ما يسمى بالتهرب من عملية اتخاذ القرار. في هذا الفصل حنتعرف على تعريف اتخاذ القرار وما هو الفرق بين عملية صنع القرار وعملية اتخاذ القرار. أيضا حنتعرف على أنواع القرارات وما هي الصعوبات والمشاكل التي تواجهنا عند اتخاذ القرار وكيفية التغلب عليها. بالنسبة للفصل الخامس التنظيم، يبقى احنا نرجع لورا شوية. التخطيط، التخطيط كان عبارة عن وضع الأهداف وآلية تنفيذ هذه الأهداف من خلال خطة. حنتعرف كيف احنا حنضع الخطة. السؤال، الخطة هذه او الأهداف تحقيقها يحتاج للقيام بمجموعة من الفعاليات والنشاطات. إذن سؤالي، من الذي سيقوم بتنفيذ هذه النشاطات؟ بالتأكيد هم الأفراد في داخل المؤسسة. يبقى الأفراد هم اللي بدهم ينفذوا النشاطات والأعمال المطلوبة منهم من أجل تحقيق الأهداف. طب أنا بدي أسأل سؤال، مؤسسة تعليمية لها أهداف بالتأكيد، وهناك مجموعة من النشاطات التي يجب أن تنفذ من قبل العاملين في المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الكلية للمؤسسة. السؤال، مين اللي بيقوم بتنفيذ الأهداف؟ عرفنا أنهم العاملين، مين من العاملين؟ هل أي عامل بده ينفذ أي نشاط؟ ولا يجب توزيع هذه النشاطات على العاملين على حسب تخصصاتهم؟ يعني النشاطات المرتبطة بالعمليات الحاسوبية بده يكون فيها موظف الحاسوب، النشاطات المرتبطة بقسم شؤون الطلبة بده يكون فيها موظف مختص بشؤون الطلاب، وكذلك القبول والتسجيل. طب مين اللي بده يقوم بالعمليات الدعائية والدعاية والإعلان والترويج للمؤسسة؟ نعم، هم أشخاص متخصصون يعملون في قسم العلاقات العامة. يبقى تنفيذ العمل يتم وفق نظام وليس بطريقة عشوائية. يبقى التنظيم هو عكس
العشوائية. التنظيم نقصد فيه هو توزيع المهام والنشاطات في داخل المؤسسة على العاملين، وأن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن نمنع الازدواجية وتداخل الأعمال. هذا هو التنظيم. سنتعرف خلال هذا الفصل عن التنظيم والمبادئ الأساسية للتنظيم وخطوات التنظيم وأيضا أشكال التنظيم. بعد التنظيم بيجي عنا الوظيفة الثالثة، وهي وظيفة التوجيه. يبقى احنا في عنا التخطيط، التنظيم، التوجيه. خططنا وضعنا أهداف ونشاطات، تنظيم وزعنا هذه النشاطات على العاملين، ووضعنا الرجل المناسب في المكان المناسب، ووضحنا له إيش المهام المطلوبة منه. يبقى الآن النقطة الثالثة أصبحت توجيه الأفراد، والمقصود بتوجيه الأفراد هو إعطاهم التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه المهام، وإعطاهم الإرشادات الصحيحة. يعني أي موظف جديد في المؤسسة بعد ما أنا أعطي له المهام بتركوش، بوجهه، بصير أنا أعطيه المهام والإرشادات اللازمة على أساس أنه ما يغلطش. تمام. المقصود بالتوجيه هي إعطاء الإرشادات. طيب إحنا فصلنا القيادة والتحفيز، إيش علاقته بالتوجيه؟ أعطيك مثال صغير. أنت إذا حبيت توجه أخوك الصغير وتعطيه مجموعة من التعليمات والإرشادات، متى حينفذها ومتى مش حينفذها؟ أعتقد أنه إذا أنا طلبت منه يقوم بشيء أو يمتنع عن شيء أنا بعمله مش حقدر أقنعه. وبنفس الوقت إذا أنا ضليت أطلب منه طلبات وأتعبه من غير ما أنا أشكره أو أحفزه، حيتيجي اللحظة أنه يبطل يسمع كلامي. فبالتالي دائما بنقول هناك عنصران أساسيان لإتمام عملية التوجيه، القيادة والتحفيز. فحيكون في عندنا فصل القيادة والتحفيز. والقيادة هي القدرة على التأثير بالمرؤوسين وتحريكهم إيجابيا من أجل تحقيق الأهداف. قديش أنت بتقدر تأثر بالناس عشان هم يحققوا الأهداف بشكل جيد. ومش أي شخص، الشخص اللي بيقدر يأثر بالناس بيكون عنده خصائص ومصادر بنسميها مصادر قوة القيادة. هذا الكلام حندرسه في داخل هذا الفصل. أيضا التحفيز، يجب أن نقوم بتحفيز الأفراد. واحد بيجي بيقول لي إيش المقصود بالتحفيز؟ التحفيز هي إثارة دافعية الفرد، إثارة دافعية الفرد لإشباع حاجة غير مشبعة. إذن إثارة الدافعية هذا المقصود بالتحفيز. وممكن أنا أثير الدافعية من خلال حافز مادي أو حافز معنوي. والمقصود بالحافز المعنوي أشكره، أقدم له شهادة تقدير. والمقصود بالحافز المادي أدي على سبيل المثال مكافأة. هل الحوافز هذه تثير دافعيتك نحو العمل؟ هذا الكلام حنتعرف فيه من خلال الوحدة السادسة في القيادة والتحفيز. أما الوحدة السابعة الرقابة الإدارية، يبقى أرجع تاني من الوظائف الإدارية الأربعة. قلنا التخطيط، وضعت الخطة، تنظيم، نظمت العمل ووزعته على العاملين، ثلاثة التوجيه، وجهتهم وأثرت فيهم وحفزتهم. بعد هذا كله إيش بضل؟ بضل الوظيفة الرابعة وهي الرقابة الإدارية. يجب أن نراقب العمل للتأكد أن الأعمال التي تنفذ تنفذ كما هو مخطط لها، وهذا هو مفهوم الرقابة. الرقابة مرة أخرى هي التأكد من أن الأعمال التي تنفذ من قبل العاملين تنفذ كما هو مخطط لها. حنتعرف على مفهوم الرقابة، وحنتعرف على مراحل الرقابة ومراحلها بشكل بسيط. إنه أنا عشان بدي أتابع عمل وأتأكد إنه معمول بشكل صح، يبقى أول حاجة بدي أقيس الأداء الفعلي، بدي أشوف أداء العاملين. اثنين، بدي أقارن الأداء الفعلي
بما هو متوقع أو بنسميه الأداء المعياري. يعني أنا على سبيل المثال طلبت من الموظف أنه ينجز لي 100 قطعة يومياً أو من العامل، باجي أنا بقول له قديش أنت عملت؟ بقول له عملت 30. يبقى هذا قياس الأداء الفعلي. بقارن الأداء الفعلي بالأداء المعياري، إيش مطلوب من الشخص أنه ينتج خلال اليوم 50 قطعة. يبقى هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة تحديد درجة الانحراف. قديش درجة الانحراف في عندي؟ درجة انحراف 20، المفروض هو ينجز 50، أنجز 30. يبقى الخطوة الأولى تحديد الأداء الفعلي، 2 مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المعياري، 3 تحديد درجة الانحراف، 4 معالجة هذا الانحراف. لازم أعرف ليش العامل قصر، ربما يحتاج إلى تدريب، ربما الأجواء ما كانتش مناسبة، ربما المعيار اللي أنا وضعته معيار مبالغ فيه إنه لا يمكن ينجز 50 قطعة في اليوم. إذن الرقابة لا تهدف إلى اكتشاف الأخطاء، الرقابة تهدف إلى تصحيح الأخطاء وتصحيح المشكلات للحفاظ على العمل. هذا هو الفصل الأخير اللي احنا هنأخذه في مساقنا. مرة تانية يا شباب ويا بنات اللي بسمعوني الآن، مساق مبادئ الإدارة مساق ممتع جدا. إن شاء الله كل فصل هنعمل له محاضرة تصويرية وحننزلها على المودل، أيضا حننزل محاضرات الباوربوينت على المودل. وبالنسبة لطلاب طالباتي اللي بسمعوني شعبة 201، احنا ايضا حنعمل جروب على الواتساب للتواصل من خلال الواتساب. ان شاء الله احنا حنسخر كل الامكانيات لتوظيف التعليم الالكتروني بشكل جيد، وان احنا نقدم المادة العلمية بشكل ممتاز. بتمنى لكم التوفيق، ومرة تانية بأكد انه احنا حنعمل ايضا محاضرات بث مباشر على المودل او على الجوجل ميت، على اساس اذا في اسئلة عند الطلاب او الطالبات ان احنا نجاوب عليها. احنا هيك محاضرتنا اليوم المتعلقة بمقدمة عامة عن مساق مبادئ الادارة انهيناها، وان شاء الله الى لقاء اخر في المحاضرة القادمة اللي حتكون الفصل الاول اللي هي مدخل الى علم ادارة الاعمال. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.